الأستاذ الرزاق وممثلي الهيئات السياسية المشاركة والحاضرة معنا هنا في هذا اللقاء، أخوات والإخوة الأعزاء الأمناء العامون ومسؤولي وممثلي الأحزاب، أولاً حركة مشروع تونس في شخصي رئيسها أمينها العام أخونا العزيز أستاذ محسن مرزوق، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للجزائر في شخصي رئيسها أخونا العزيز أستاذ محسن بلعباس، رئيس حركة المستقبل ليبيا، رئيس حزب ليبيا الأمة، الأمين العام لحركة الائتلاف الجمهوري في ليبيا، الأمين العام لحزب التجمع من أجل موريتانيا، رئيس حزب الاتحاد في والتقدم بموريتانيا، رئيس حزب المؤتمر المصري. حزب الأصالة والمعاصرة يحتضن هذا اللقاء اللي كنستضيفوا فيه أحزاب ديمقراطية من شمال أفريقيا، من الجزائر ومن تونس ومن ليبيا ومن موريتانيا ومن مصر، وهذا اللقاء هو الثالث من نوعه واللي كينعقد بمناسبة حلول الذكرى 61 لمؤتمر طنجة. اللي مطروح على جدول أعمال هذا اللقاء هو إنضاج شروط تأسيس شبكة للأحزاب الديمقراطية في شمال أفريقيا. خلف هذه المبادرة كاين عمل امتد على مدى سنتين تقريبا، وخلال هذه السنتين تبلورت قناعة عند القيادات هذه الأحزاب اللي بالمناسبة كتسع دائرة الأحزاب الملتحقين بها من شمال أفريقيا، قناعة مفادها أن منطقة شمال أفريقيا تستوجب في هذا المنعطف الحاسم الذي تجتازه في ظل نظام دولي شديد القسوة، تستوجد مبادرة يعني إبداع صيغ العمل المشترك والتكامل من أجل التصدي للتحديات المتفاقمة اللي كتعاني منها شعوب ودول المنطقة. بطبيعة الحال ما نشاي يعني مطلوب نذكر بقساوة هذه التهديدات، فبالإضافة لحالة عدم اليقين، إذا كان يمكن نسميها حالة عدم اليقين اللي كانت واحدة من النتائج غير المباشرة لما سمي بالربيع العربي، هناك الآن مناطق توترات تزداد، هناك دول مهددة في سلامتها وفي استقرارها وفي أمنها، هناك صعوبات حقيقية في الانتقال الديمقراطي بالنسبة لعدد من الدول، هناك كذلك مخاطر تفتيت ومخاطر انقسام، بالإضافة بطبيعة الحال إلى بروز جيل جديد من التهديدات ذات الطابع الأمني وذات الطابع الإرهابي. إذن فهذه المبادرة، هذا اللقاء هو يعكس طموح قيادات هذه الأحزاب لفعل سياسي يستوعب دروس وأخطاء الماضي، ويضع في الحسبان بأنه ما لم يعني تلتقي الأحزاب اللي بينتها قواسم مشتركة كما هو الحال الأحزاب المجتمعة هنا اليوم في طنجة على أرضية ترتيب أولويات العمل المشترك، فإن الوضع سيزداد سوءا. ولذلك الحزب يعني الأصالة والمعاصرة مع أشقائنا من دول شمال أفريقيا كنجتمعوا اليوم لإعطاء الانطلاقة، لا أقول إعطاء الانطلاقة ولكن لإعطاء دفعة جديدة لهذه المبادرة، مبادرة تأسيس شبكة للأحزاب الديمقراطية تشتغل يعني على القضايا اللي كتهم شعوب هذه المنطقة، ويعني من أجل تقديم المساهمة ديالنا لإيجاد أجوبة لهذه التحديات اللي تكلمنا عليها في ظل محيط يعني يشهد الكثير من التحولات، سواء التحولات المرتبطة بمخاض إنهاء السلطوية في عدد من الدول ومخاض توطيد الديمقراطيات الناشئة في دول أخرى، ونحن هنا في المغرب نود يعني أن نتقاسم تجاربنا في البناء الديمقراطي مع أصدقائنا وأشقائنا في هذه الأحزاب، ونود كذلك أن نطلق أرضية عمل سياسي هي التي سيجري توزيعها ومناقشتها واعتمادها خلال هذا اللقاء.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.